بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع الجزء الرابع والأخير من Structure of the Cell. اتكلمنا قبل كده عن Structure of the Cell وقلنا عن مكوناتها التفصيلية في السيتوبلازم الأورجانيل سواء Membranous أو Non Membranous، واتكلمنا عن السيتوبلازميك Inclusions. فإذا يبقى لنا من النيوكليا من الخلية الجزء الأخير من التركيب بتاعها وهو النيوكليس. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن النيوكليس regarding الكاركترز اوف ذا نيوكليوس، يعني ايه مواصفات النيوكليوس دي وايه اهم ما يميزها والفروق بينها في الخلايا المختلفه. هنتكلم عن مكونات النيوكليوس اللي هي بتشمل نيوكليير انفلوب، كروماتين، نيوكليولس ونيوكليير ساب. كل واحد منهم هندي شويه معلومات بسيطه عنه، وفي الاخر هنتكلم عن مرحله بتمر بيها النيوكليوس بنسميها انترفيس. نبدأ بسؤال بسيط ولطيف، يعني باعتبار المعلومات القديمة اللي درسناها What is the most important structure inside the cell؟ وبناء عليها نقول Why؟ ايه أكتر structure في الخلية مهم جدا وليه؟ ليه اخترت ده بالذات؟ فبالمقدمة اللي أنا قلتها يعني يعتبر السؤال متجاوب. The most important structure في الخلية هيكون nucleus. ليه؟ اشمعنى النيوكليس مش اي اورجانيل من الاورجانيلز اللي اتكلمنا عنها قبل كده؟ لان دي بنعتبرها مدير الخليه، the master of the cell. the master of the cell ليه؟ لان جواها ما يميزها عن كل الاورجانيلز اللي باقيه، جواها ما يمكنها من انها فعلا تكون المدير، تدي الاوامر لكل الاورجانيلز الباقيه تدي تقوم بشغلها وتعمله. فبناء عليه انا بعتبر فعلا النيوكليس is the most important structure inside the cell. هنبدأ بأول objective معانا النهاردة اللي هو characters and components of the nucleus. By definition, nucleus is the master organelle inside the cell. زي ما أنا لسه قايلة لكم master دي بالظبط كده زي ما يكون عندي مصنع أو شركة وليها مدير وفيها عمال. المدير هو النيوكليس والعمال اللي موجودين أو الموظفين اللي موجودين في الشركة هم كل الأورجانيلز اللي باقية. فهم كلهم بياخدوا أوامر من النيوكليس عشان كل واحد منهم يقوم بشغل. يبقى ده بالنسبة للديفينيشن اوف ذا نيوكليس. ده شكل النيوكليس في الدياجرام اللي احنا بنشوفه ده. ده دي النيوكليس اهي بكل المكونات اللي هنتكلم عنها كمان شوية موجودة، مو في الاغلب بتبقى سنترال امبوزيشن في الخلايا اللي لها حجم كبير تاخد احسن مكان في الخلية اللي هو السنترال، لكن ده برضو بيختلف من خلية لخلية. وزي ما احنا قلنا دي اهم اورجانيل في الخلية وهقول ليه كمان شوية. ايه الوظائف اللي بتقوم بها النيوكليس؟ نمبر 1 دايركت اول ميتابوليك اكتيفيتيز، وده زي ما انا لسه قايله لكم بتدي اوامر لكل الاورجانيلز اللي باقيه دي كل واحد منهم يعمل ايه. فهي دايركت معناها بتوجه ميتابوليك اكتيفيتيز، كل الانشطه الميتابوليزم جوه الخليه بتبقى اندر كنترول اوف ذا نيوكليس. نمبر 2 وده برضو وظيفه مهمه جدا تتميز بها النيوكليس، انها بلاي ان امبورتنت رول ان هيريديتي اند سيل ديفيجن. يعني ايه الوراثه؟ ان جواها كل المعلومات الوراثيه عننا، عن مواصفاتنا، شكلنا، تفاصيل جسمنا، كل المعلومات دي متسجله على الدي ان ايه جوه النيوكليوس. بلس انها برضو ليها دور مهم في السيل ديفيجن عشان برضو عندها الدي ان ايه اللي لما الخلايا تبدا تنقسم بيحصل له تضاعف وبعدين يتقسم نصين فيديني خليتين جداد بنفس عدد الكروموزومز. يبقى وظيفتين اهم من بعض. الوظيفه الاولى انها كل الميتابوليك اكتيفيتيز تحت سيطرتها، اوامر منها لكل الاورجانيلز عشان تشتغل. نمبر 2 انها ليها دور مهم جدا في الوراثه وتوارث الصفات في الاجيال، وكمان في السيل ديفيجن انقسام الخلايا والتكاثر بتاعها. باي لايت مايكروسكوب بنلاقي ان النيوكليس مش لها شكل ثابت. بمعنى ايه؟ انها فاريبل، يعني متنوعه ومختلفه. في ايه؟ متنوعة مختلفة في النمبر، متنوعة في السايز، متنوعة في الشيب، متنوعة في البوزيشن. اذا ملهاش صفة واحدة اقول ان كل النيوكلياي في جسمي مثلا سنجل نيوكليس واحدة بس، او كل النيوكلياي في جسمي مدورة. لا، هي فاريبل، هي بتختلف اكوردنج الخلية اللي انا بتكلم عنها او بوصفها. فممكن تبقى سنجل وان بيرسل، كل خلية فيها واحدة بس. ممكن تبقى مالتيبل، يعني الاقي خليه واحده فيها خمس نيوكلياي مثلا. يبقى ده برضو بيختلف اكوردنج الخليه اللي انا بوصفها هي مين. ممكن تبقى راوندد، اوفال،
flat, irregular، أشكال متنوعة، مدورة، بيضاوية، مبططة أو غير منتظمة، يبقى شكلها برضو متنوع مش ثابت خالص بين الخلايا وبعض. ممكن تبقى central أو eccentric أو peripheral. central في وسط الخلية بالظبط، eccentric يعني متزحزحة شوية مش في النص بالظبط قوي، peripheral يعني على الطرف، على طرف الخلية خالص. برضو ده depending على الخلية نفسها ومكوناتها الباقية. يبقى كل دي مواصفات عامة بتقول لي ان انا ما عنديش لا شكل ثابت ولا عدد ثابت ولا موقع ثابت للنيوكليوس جوه الخلية. دي vary according to the cell، يعني تختلف من واحدة للتانية. H and E احنا متفقين على دي من زمان وكررتها اكتر من مرة قبل كده، وبقولها هون المرة الثالثة او الرابعة، ان النيوكليوس is basophilic بدون نقاش، ما فيهاش كلام، كل نيوكلياي جسمي بازوفيلك. اشمعنى؟ عشان جواها دي ان ايه ده اسيد هيتفاعل مع الهيماتوكسلين اللي هي البيزك ستين وياخد اللون الازرق واوصفه بكلمة بازوفيلك. ولكن البيزوفيليا بتاعت النيوكلياس فاري اكوردنج لدرجة الزرق بتاعها. فانا عندي نيوكلياس اسمها اوبن فيس، وكلمة اوبن فيس معناها كأني شايفة وش بتفاصيل وملامح، اقدر اميزها، اتعرف على مكوناتها واشوفها بعناية، فهي لونها بيزوفيليك ولكن لون فاتح، فبالتالي التفاصيل اللي جواها باينة. شايفة جواها نيوكليولس او اتنين زي ما احنا شايفين كده، شايفة جواها كروماتين خفيف ولونه فاتح، دي بسميها open face او vesicular nucleus. دي pale stained، وكلمة pale معناها لون باهت او فاتح مش غامقة، وبالتالي كل الديتيلز جواها ارسين، يعني تفاصيلها الداخلية شايفاها بوضوح. الكلام ده بلاقيه فين؟ بلاقي النيوكلياس الاوبن فيس او الفيزيكولار دي في الاكتيف سيلز، الخلايا النشيطه في جسمي زي خلايا الليفر، الكبد او النيورونز، الخلايا العصبيه، الماسلز، كل الاورجانز او خلايا جسمي النشطه اللي بتشتغل على طول على طول على طول، دي ليها فيزيكولار او اوبن فيس نيوكلياس. على العكس بقى كوندنسد نيوكلياس، كلمة كوندنسد معناها ديب بيزوفيلي، يعني أزرق قاتم أو غامق زي دي كده، كتلة لونها أزرق غامق لا باين لها تفاصيل ولا ملامح ولا شايفة جواها أي حاجة، دي بسميها كوندنسد، اللي هي ديبلي ستيند يعني لونها أخد الأزرق ولكن أزرق قاتم غامق قوي، فبيخلي كل التفاصيل اللي جواها مش باينة، لا شايف نيوكليولس ولا شايف كروماتين ولا شايف أي حاجة، هي كتلة لونها أزرق وخلاص. ده بشوفها فين؟ بشوفها في الانأكتف سيلز زي الليمفوسايت اللي هي خلية من خلايا الدم البيضة، دي بتبقى في مرحلة من المراحل بتبقى انأكتف وكسلانة ونايمة ما بتعملش حاجة، في المرحلة دي النيوكليس بتاعتها بتبقى كوندنسد. يبقى اذا بيزوفيليك دي خلصانة كلهم زرق، ولكن ازرق فاتح بتفاصيل اوبن فيس، ازرق غامق وقاتم بدون اي ملامح وتفاصيل كوندنسد نيوكليس. بالالكترون مايكروسكوب ابدا اتفرج على التركيب بقى، اشوف المكونات ايه بتاعه النيوكليوس دي. فبالالكترون مايكروسكوب بقسم النيوكليوس الى 4 كومبوننتس، عندها اربع مكونات مع بعض بيكونوا لي النيوكليوس دي. نمبر 1 نيوكليار انفلوب او الغشاء النووي، زيه بالظبط زي ما اتكلمت على الخليه كلها وقلت ان انا عندي سيل ميمبرين او سيل او بلازما ميمبرين او نيوكليار انفلوب او بلازما انفلوب سوري، اللي هو الغشاء اللي بيحوط الخليه من بره، يقابله في النيوكليوس غشاء بيحوط النيوكليوس ويفصلها عن السيتوبلازم، اسمه ايه؟ نيوكليار انفلوب او نيوكليار ممبرين، الاثنين صح. الكومبوننت الثاني والاهم هو الكروماتين، اللي هو الماده الوراثيه اللي بيتكون منها الكروموزومز. نمبر 3 از ذا نيوكليولس اللي هي النويه، واخيرا النيوكليار ساب او السائل اللي جوه النيوكليوس بيعوم في كل الكلام ده ويقابله في الخليه في السيتوبلازم الباتريكس. يبقى الماتريكس زي اللي في السيتوبلازم زيه زي النيوكليار ساب جوه النيوكليوس، السائل او الجيل لايك ماتيريال اللي بيعوم فيها وموجود فيها كل المكونات السابقه الكروماتين والنيوكليولس. ناخد واحد واحد بقى ونبدا نتكلم عنه بشويه تفاصيل. اول كومبوننت عندي هيكون النيوكليار انفلوب. مين هو النيوكليار انفلوب؟ It has a membrane that includes the nucleus. Includes معناها surround، الاثنين بنفس المعنى فما يفرقوش معايا كتير. And separated from surrounding cytoplasm،
يبقى الديفينيشن ده لو انا قارنته بالسيل ممبرين هلاقيه شبهه جدا، مع اختلاف ان انا هقول ان ده سراوند النيوكليس وان هو بيفصلها عن السيتوبلازم، مش بيفصلها عن السراوندنج بقى. يبقى هو نفس الديفينيشن بالظبط اهو، مش هنحفظ كتير، لكن كل الفكره نعرف احنا بنوصف ايه. ده مين؟ ده ممبرين موجود فين؟ حوالين النيوكليس. بيعمل ايه؟ بيفصلها عن باقي مكونات السيتوبلازم. اهو ادي النيوكليس اهي، وادي الممبرين الخط الازرق الغامق ده فاصل كل المحتويات الداخليه للنيوكليس عن السيتوبلازم. باللايت مايكروسكوب بلاقيه سنجل بيزوفيليك لاين. سنجل باللايت بيبان كانه خط زي ما احنا شايفين كده. بيزوفيليك لاين لونه ازرق. ليه لونه ازرق؟ علشان لازق عليه من جوه كروماتين وماسك فيه من بره رايبوزومز، فمن ناحيتين هو محاط، يعني هنا وهنا في حاجات تخليه ازرق، فيبان لونه ازرق. بيزوفيليك لاين سراوند ذا نيوكليس. بالالكترون مايكروسكوب بقى، باي الكترون مايكروسكوب وجدوا ان النيوكليار انفلوب ده مش ممبرين واحد، لا دول اتنين. زي مين خدناه قبل كده؟ ها مين يرفرش كده ويقول لي مين؟ مين من اللي احنا خدناهم قبل كده من الاورجانيلز كان برضو حواليه اتنين ممبرين مش واحد؟ كانت يس ميتوكوندريا، صح. هنا كمان في النيوكليوس برضو الممبرين بتاعها مش واحد بس، لا هما اتنين ممبرين، فسميناهم outer and inner nuclear membranes. يبقى انا عندي اتنين ممبرين مش واحد، واحد ناحيه السيتوبلازم هسميه outer، وواحد ناحيه الكروماتين والنيوكليار ساب من جوه هسميه inner nuclear membrane. الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض بسميهم nuclear envelope. في بينهم فراغ صغير اللي هو الانتر البرينيوكليار سبيس، او الفراغ ما بين التو ممبرينز. زي ما احنا شايفين ان الممبرين ده is not continuous، والا لو انا حطيت هنا غلاف كامل مقفول surrounding النيوكليوس فاصله عن السيتوبلازم، يحصل بينهم تواصل ازاي؟ حد يقول لي كده يحصل تواصل بينهم ازاي؟ اذا منطقيا ما ينفعش السيتوبلازم، ما ينفعش الممبرين ده يبقى continuous، لازم يبقى interrupted. يعني ايه؟ يعني مخرم، في holes، في pores، في خروم صغيره تربطه بالسيتوبلازم، تسمح بالكوميونيكيشن، بالتواصل بين النيوكليوس والسيتوبلازم. والا انا لو قفلت عليها خالص، اذا انا بالظبط كده كاني حطيت المدير في اوضه ملهاش باب، لا عارف يدي اوردرز، ولا عارف يتواصل مع الموظفين اللي عنده، ولا عارف يتعامل معاهم خالص. لازم يكون في ابواب يقدر من خلالها حاجات من السيتوبلازم تدخل لجوه، وهي نفسها الحاجات اللي هتكونها النيوكليوس الار ان ايه يبدا يخرج للسيتوبلازم. يبقى اذا الممبرين ده عندي interrupted، يعني معناها متقطع، يعني مش متصل، في holes او في خروم بسميها nuclear pores. النيوكليار بور يعني الخروم اللي موجوده في الممبرين. مهمه دي طبعا، مهمه جدا، لان هي دي اللي بتسمح بالcommunication between nucleus and cytoplasm، تسمح بالتواصل بين النيوكليوس ومكوناتها الداخليه وبين السيتوبلازم اللي بره. اهميه النيوكليار انفلوب ايه؟ مين يعرف يقول لي بقى؟ القصه سهله خالص اهي بقى، قولوا لي انتوا كده يعني وظيفته تبقى ايه؟ ممبرين بالمواصفات دي هيبقى ايه؟ ها اول حاجه ات سيبريت، برضه زي السيل ممبرين بيفصل النيوكليوس عن السيتوبلازم. برضه ما ينفعش عندي مدير يبقى قاعد في وسط المصنع من غير مكتب، ما دي ما تنفعش كده، الداخل اي حد كده من كل من هب وده بيعدي ويكلمه ويعطله عن شغله، ما ينفعش. لازم يكون ليه مكتب، لكن زي ما احنا اتفقنا المكتب ليه باب عشان التواصل، لكن ما ينفعش يبقى قاعد في الشارع كده اي حد يعدي عليه. يبقى لازم في ممبرين يفصل النيوكليوس عن السيتوبلازم. طيب احنا اتفقنا ان الممبرين ده اهو بره حواليها اهو اهو، وادي الريبوزومز اللي قلت لكم ماسك عليه من بره، والكروماتين اللي ماسك من جوه. لكن احنا اشترطنا ان الممبرين ده لازم يكون فيه ايه؟ فيه ابواب، فيه بورز، عشان تسمح بالكوميونيكيشن والاكستشينج، التبادل بين النيوكليوس وبين السيتوبلازم، يحصل فيه تواصل بين الاثنين عن طريق النيوكليار بورز. يبقى وظايفه سهله خالص اهي، ما قلناش فيها حاجه جديده، يفصل النيوكليوس عن اللي حواليها لكن بحدود، يسمح برضو بمقدار من التواصل عن طريق البورز.
المكون رقم 2 اللي احنا قلنا عليه في النيوكليس هو الكروماتين. مين الكروماتين؟ It is the basophilic material of which chromosomes are formed. يعني ايه الكلام ده؟ basophilic material خلاص بقى احنا حفظناها، المادة اللي لونها ازرق جوه الخلية. ولونها ازرق ليه؟ عشان هي دي ان ايه. خلاص of which chromosomes are formed يعني ده المادة الخام اللي لما يحصل لها تركيب ورصة بشكل معين تكون لي الكروموزومز. طبعا كلنا سمعنا عن الكروموسومات قبل كده في العلوم في البيولوجي، وعارفين ان الكروموسومز دي هي المسؤولة عن انها بتكاري الجيناتيك ماتيريال، بتكاري الجيناتيك انفورميشنز، وبتنقلها من خلية لخلية بالسال ديفيجن. فهي مين او بتتكون من الكروموزومز دي؟ بتتكون من الكروماتين. تمام، يبقى by definition it is basophilic material of which chromosomes are formed، يعني اللي منها بيتكون الكروموزومز. تركيبها كيميكالي عبارة عن ايه؟ they are formed of nucleoprotein. نيوكليو من نيوكليك اسيد اللي هو دي ان ايه، وبروتين ده نوع من البروتينات بسميه هيستون بروتين، لما بيرتبطوا مع بعض اسميه نيوكليو بروتين. يبقى هو ايه النيوكليو بروتين ده؟ عباره عن دي ان ايه كونجوجيتد ويز، معناها مرتبط، كونجوجيتد ويز هيستون بروتين، وبالتالي التركيبه دي على بعضها كده بتديني حاجه اسميها كروموزومال ثريد، فتله من الكروموسوم او كروموسوم على شكل فتله بالشكل ده اهو، فتله كده عباره عن دي ان ايه وبروتين، ودي ان ايه وبروتين مرتبطين ببعض. يبقى الكروماتين عباره عن ايه؟ كيميكال كومبوننتس اتس فورمد اوف نيوكليو بروتين. نيوكليو ده دي ان ايه نيوكليك اسيد، وبروتين اللي هو الهيستون. باللايت مايكروسكوب لما بتفرج على النيوكليس بتكبير عالي شويه باللايت مايكروسكوب يظهر الكروموسوم جواها او يظهر الكروماتين جواها في صوره basophilic granules، يعني نقط او حبيبات لونها ازرق، لونها ازرق وعرفناها. الجرانيولز دي هي الكور اللي احنا شايفينها في الصوره دي. يعني لو انا قلت ان الكروماتين ثريد اللي هي بالشكل ده بنوصفها انها زي السبحه بالظبط كده، اهي زي السبحه، حبيبات السبحه ليها كور وليها روابط او خيوط رفيعه تربطها ببعضها. الكور دي عشان هي بحجمها نوعا ما كبير هي اللي بتتشاف باللايت مايكروسكوب، فتبان في صوره نقط لونها ازرق basophilic granules اللي هي بسميها كروماتين granules. الخيوط الرفيعه دي عشان رفيعه قوي ما بتتشافش باللايت مايكروسكوب، يبقى كل اللي بتشاف مين؟ الحبيبات دي كانها حبيبات مفركشه، مفككه من بعضها، لكن اكشولي هي مش مفككه ولا حاجه، هي ماسكه بالكروماتين ثريد او الفتله دي، لكن عشان هي رفيعه ما بتبانش باللايت مايكروسكوب. يبقى الكروموزومال ثريد دي او الفتله بتاعه الكروموسوم دي باللايت بتبان شكلها ايه؟ بتبان شكلها نقط لونها ازرق basophilic granules اللي هما مين؟ اللي هي الكور دي اهي، هي دي اللي بتبان باللايت مايكروسكوب. طب الالكترون بقى نكبر بقى قوي قوي ونتفرج ونشوف التركيب. بالالكترون بيبان نوعين من الكروماتين، نوع بسميه هيتيرو كروماتين او كوندنسد كروماتين اللي هو برضو الكور دي، ونوع اسمه ايه كروماتين او اكستندد، اكستندد يعني مفرود اللي هو الرفيع ده. يبقى انا اتفرجت عليه وشفته اهو، بس امتى؟ بالالكترون مايكروسكوب عشان انا كبرت قوي، فباين عندي الكوندنسد المتقفل على بعضه او لونه غامق وعامل زي الكور ده اسميه هيتيرو كروماتين، والمفرود الاكستندد تايب اسميه ايه كروماتين او اكستندد كروماتين. ايه الفرق بين النوعين دول بقى؟ هل هما الاثنين زي بعض؟ هل في فرق بينهم؟ Actually yes، انا عندي منهم two types. الايوكروماتين الايوكروماتين ده زي ما احنا لسه قايلين it represents extended part of thread. يعني ايه؟ يعني بيمثل الجزء المفرود او الخط الرفيع في الكروموزومال ثريد، في السبحه اللي قلت لكم عليها بتاعه الكروموسوم او الفتله بتاعه الكروموسوم دي. على الناحيه الثانيه بقى اللي هيتيرو مين؟ ها هو الكويل بورد. يعني ايه كويل؟ يعني كوره او الجزء اللي متكلكع. الكويل بورد ده هو عباره عن الهيتيرو كرومات. يبقى اذا انا عندي اثنين او عندي جزئين في الفتله بتاعه الكروموسوم، الجزء المفرود هو الايوكرومات، والجزء المتكور او الكويل بورد هو الهيتيرو كرومات. طب ريجاردنج الاكتيفيتي، مدى نشاط الكروماتين ده، مين فيهم يبقى انشط ومين فيهم يبقى كسلان؟ بالمنطق كده المفروض الجينز عليه مكشوفه اكتر ولا الكويلد؟ ها حاجه بالعقل، يعني المفروض ده اكيد الجينز عليه اكسبوز يعني مكشوفه، فبالتالي تقدر بسهوله ان يحصل لها ترانسكريبشن وترانسليشن،
تتنسخ وتديني مسنجر ار ان ايه، وبعد كده يحصل له ترجمه ويديني بروتين. اذا الجينز اللي موجوده على الاكستندد او الاي كروماتين ده بتبقى اكتيف جينز، لكن الجينز اللي موجوده على الكويلد بارت دي مش مكشوفه، دي ملفوفه ملفوفه حوالين البروتين، فبالتالي عليها جينز ان اكتيف، يعني مش نشيطه ومش كودنج بروتين. بالالكترون مايكروسكوب it is seen only with high magnification as shades of gray، يعني حتى كمان بالالكترون الايوكروماتين المفروض ده مش بيبان غير بماجنيفيكيشن عالي قوي، مش يعني ماجنيفيكيشن عادي بتاع الالكترون ممكن ما يبينوش لانه very thin، فتله رفيعه جدا، فبيحتاج تكبير عالي قوي ويبان شيدز اوف جراي، معناها كان بالظبط عندي حاجه ظل لونه رصاصي فاتح كده. شيدز اوف جراي يعني ظل لونه جراي، مش الكترون دنس، مش باين ان هو حتى لونه اسود، لكن باين كانه ظل ماتيريال موجوده، ما هوش الكترون ليوسنت، يعني مش حته بيضه فبقول عليها ليوسنت، لا هو في هنا حاجه موجوده لكن حاجه رقيقه وخفيفه جدا ورفيعه جدا. بعكس مين الهيتيرو بقى، الهيتيرو اصلا متشاف باللايت، فبالالكترون الادعى انه يبقى اوضح، الكترون دنس جرانيولز كور كده او حبيبات لونها اسود واضحه وفيري كلير في جوه النيوكليس بالالكترون مايكروسكوب، بتبقى من 20 30 نانومتر ان دايمتر، فحجمها يسمح انها تتشاف بوضوح. طب بالنسبه للفانكشن احنا ضمنا قلناها في الاكتيفيتي، اللي عليه اكتيف جينز ده هيبقى ايه؟ هيبقى ليه دور في البروتين سينثيسيس، في تصنيع البروتينز، لان الجينز دي هتترجم تديني ماسنجر، الماسنجر يروح السيتوبلازم ويحصل له ترانسليشن بالريبوزوم ويديني بروتين. اذا الايوكروماتين ده ليه دور في البروتين سينثيسيس او في تصنيع البروتين في الخليه، لكن الان اكتيف الكسلانين دول ما لهمش علاقه، هما بس موجودين كده وخلاص، ما بيعملوش بروتين سينثيسيس ولا ليهم دور في الماسنجر ار ان اي فورميشن خالص لانهم ان اكتيف جينز. ده بالنسبة لي الـ difference between achromatin and heterochromatin. الكومبوننت رقم 3 من النيوكليوس هو النيوكليولس، ومن اسمها كده نيوكليوس ده المقطع الأول، الضفلها دي في الآخر تصغير، إن هي كأنها نيوكليوس مصغرة، حتى بالعربي بيقولوا عليها نوية، نوية دي تصغير نواة، أوكي؟ This is the nucleolus. يبقى النيوكليولس دي عبارة عن بادز، اجسام جوه الخليه بتبقى 1 اور مور، ممكن تبقى واحده في النيوكليوس، ممكن تبقى اكتر من واحده، راوندد موستلي بتبقى شكلها مدور، وبيزوفيليك بنفس الفكره لان برضو جواها دي ان ايه، تمام؟ يبقى هي عباره عن ايه؟ 1 اور مور راوندد بيزوفيليك بادز بريزنت ان انترفيس نيوكلياي. خلي انترفيس دي هشرحها كمان شويه، يعني نعرفها بس دلوقتي وهقول لكم يعني ايه انترفيس نيوكلياي كمان شويه. يبقى اذا دي عباره عن اجسام جوه النيوكليوس بتبقى مدوره واحده او اكتر وبيزوفيليك يعني لونها ازرق. باللايت مايكروسكوب احنا خلاص قلناها هنا اهي، راوندد بيزوفيليك ماس انسايد ذا نيوكليوس، ممكن تبقى واحده او اكتر، ممكن على حسب الخليه اللي انا بوصفها، تمام؟ ده باللايت مايكروسكوب. طب الالكترون بقى، بالالكترون مايكروسكوب لما كبر عليها قوي وجدوا انها شكلها الريجولر سبونجي ماس، سبونجي يعني زي سفنجة، يعني كأنها كتلة كده، حتة سفنجة مش منتظمة موجودة جوه الخلية. appear as twisted and folded cord، كأنها شكل حبل طويل تنيناه على بعضه، فضلنا نتنين تنين تنين كرمشه في بعضه كده لغاية ما اداني كورة. not limited by membrane، يعني ما فيش حواليها ممبرين زي النيوكلير ممبرين من بره هنا، لا هي على تواصل مباشر بالكروماتين والنيوكليار ساب، مفيش حواليها ممبرين. تاني الالكترون مايكروسكوب بتاع النيوكليولس شكلها ايه؟ It is irregular spongy mass. irregular يعني غير منتظمة، بالالكترون لما بكبر عليها ما بتطلعش مدورة بقى زي ما احنا شايفينها في اللايت، احنا بنشوفها كده structure على بعضه، لكن هنا بتبقى irregular بالشكل ده اهي، spongy زي استفنجة ما هياش منتظمة في شكلها. بتظهر كانها twisted and folded cord، دي معناها كانها حبل متني على بعض، حبل وتنيته فضلت تتني فيه لغايه ما عملت منه كوره. و not surrounded by membrane، يعني ما فيش حواليها ممبرين يفصلها عن النيوكليار ساب. حواليها من بره الحاجات اللي لونها غامق والريجولر دي عباره عن كروماتين، دي عباره عن جزء من الهيتيرو كروماتين اللي احنا لسه متكلمين عنه من شويه. بسميه ايه بقى عشان هو مع النيوكليوس وحواليها مباشر لازق فيها، يعني سموه نيوكليولس
associated chromatin. يبقى ده نوع من انواع الهيتير كروماتين اللي موجود جوه النيوكليوس ولكن مصاحب للنيوكليولس، يعني لازق عليها او قريب قوي منها، فتسمى associating. associating معناها مرتبط بيها. نيوكليولس associated كروماتين ده عباره عن هيتيروكروماتين لونه غامق ولونه الكترون دنس اهو حوالين النيوكليوس النيوكليولس سوري مباشره لازق عليها. ده نوع من انواع الهيتيروكروماتين. ده برضو هيتيروكروماتين بس لازق في الممبرين من جوه اهو في الانر نيوكليار ممبر اهو، وده برضو هيتيروكروماتين. كل الحاجات اللي لونها اسود جوه النيوكليوس دي هيتيروكرومات. الحاجات اللي لونها جراي فاتح بقى هي دي اللي احنا قلنا عليها الايوكروماتين، بتبان لونها جراي ولونها فاتح قوي بس مش ابيض، ده الايوكروماتين. عشان كده هنا مش باين قوي غير يدوب لون خفيف كانه زي ظل كده، مش باين تفاصيله قوي. لكن مين اللي واضح يعني واضح كويس في الصور؟ هو الهيتيروكروماتين اللي هو الكترون دنس ده، جزء منه ماسك او مرتبط بالنيوكليولس اللي بره ده، سميته نيوكليولر اسوشيتد او نيوكليولس اسوشيتد كروماتين. كمان النيوكليولس دي جواها دي ان اذا ما احنا متفقين، ولكن الدي ان ايه اللي هنا ده مش زي اي دي ان ايه، ده دي ان ايه معين. الدي ان ايه اللي جوه ده عباره عن الجينز اللي عليها الكود بتاع الفورميشن اوف ريبوسومال ار ان ايه. يعني اذا الريبوسومال ار ان ايه ده بيتكون عن طريق استنساخه من دي ان ايه. الدي ان ايه اللي مسؤول عن الحركه دي كله متجمع هنا في النيوكليولس، بسميه ايه؟ نيوكليولر اورجانيزر جينز. يبقى الجينز المنظمه جوه النيوكليولس، منظمه لانتاج الريبوزوم الار ان ايه. يبقى الخلاصه كده الريبوزوم الار ان ايه ده نوع من الار ان ايه اللي هو بيشارك بعد شويه في تكوين الريبوزوم. بيتكون فين؟ في النيوكليوس وخلاص؟ لا، بيتكون في النيوكليولس بس. اشمعنى؟ عشان الجينز المسؤوله عنه اللي على الدي ان ايه، الاكواد بتاعته على الدي ان ايه كلها متجمعه في الحته دي، فسموها النيوكليولر اورجانيزر جينز. دي عباره عن جينز موجوده على 5 بيرز اوف كروموسومز، على 5 ازواج من الكروموسومز اللي هم ارقامهم من رقم 13 و14 و15 و21 و22. الكروموسومز عندنا في جسمنا بتبقى 24 كروموسوم، 24 بير اوف كروموسومز، مش احنا سوري 23 46 على 2 ب 23 زوج، منهم واحد 6 كروموسوم و22 اوتوزوم اللي هي الكروموسومز الجسديه، ففي منهم 5 اللي هم ارقامهم كده 13 14 و15 و21 و22 عليهم جينز بتاعت الار ار ان اي فورميشن. فكل دول الحتت دي اتجمعت وبقت موجوده فين؟ في النيوكليولس. يبقى الدي ان ايه اللي في النيوكليولس هنا يتميز بايه عن بقيه الدي ان ايه اللي في كل النيوكليوس؟ انه كارينج ذا جينز فور فورميشن اوف رايبوزومال ار ان اي. اسمها ايه الجينز دي؟ اسمها نيوكليولر اورجانيزر جينز. موجوده على ايه؟ موجوده على 5 ازواج من الكروموسومات رقمهم 13 و14 و15 و21 و22. يبقى ده الكونتنت جوه النيوكليولس فيها ايه او محتوياتها ايه. هي احنا قلنا ان جواها دي ان ايه، لكن هو دي ان ايه وخلاص كده؟ لا، دي ان ايه يتميز بانه الحته من الدي ان ايه اللي عليها الجينز بتاعه الار ار ان ايه. تمام، يبقى ده بالنسبه لتركيب النيوكليولس بالالكترون مايكروسكوب. وظيفتها ايه؟ ها برضو احنا شبه قلناها خلاص صح. وظيفتها ايه؟ سينسز اوف ار ار ان ايه. يبقى اذا مكان تصنيع الريبوزومال ار ان ايه في النيوكليوس هو النيوكليولس. اشمعنى؟ عشان فيها نيوكليولر جينز، نيوكليولر اورجانيزر جينز. دي مش موجوده غير في النيوكليولس بس. فاذا تصنيع الريبوزومال ار ان ايه بقى وظيفه مخصوصه لمين؟ للنيوكليولس. نمبر 2 ان الار ار ان اللي هي بتكونه ده بيرتبط مع بروتين بيجيله من السيتوبلازم stored in the granular part. في جزء منها اسمه الجرانيولر بارت في النيوكليولس، بيجي عند الجزء ده يرتبط البروتين بالار ار ان اي ويعملوا لي برضو زي النيوكليو بروتين. النيوكليو بروتين ده لما بيتكون مايجريت يعني بيخرج او بيهاجر من النيوكليوس ثرو ذا بورز من خلال الخروم اللي قلنا عليها في الممبرين دي ويروح السيتوبلازم، ولما يتحرك من النيوكليوس يروح السيتوبلازم يحصل له ترانسفورميشن ويديني رايبوزوم. يبقى الويل فورمد رايبوزوم بيتكون كاملا فين؟ في السيتوبلازم. اللي بيتكون جوه النيوكليولس هو
ال RRNA وبعد كده يرتبط ببروتين، والاتنين كده يمسكوا ايد بعض ويخرجوا من النيوكليوس عن طريق البورز الخرومي اللي موجودة في الوول، تروح السيتوبلازم يحصل لها كومبليت اسمبلي، يعني تتركب وتتفنش بقى تماما كرايبوزوم فين؟ في السيتوبلازم. يبقى النوت دي مهمة، ان بيقول بروتين سينثيسيس داز نوت اكير ان ذا نيوكليوس. هل في تصنيع بروتين بيتم جوه النيوكليوس؟ نو. ليه؟ لان الرايبوزوم ده اللي جوه ده لسه نوت ويل فورمد، مش ماتيور لسه. هو صحيح الار ان اي ارتبط بالبروتين اللي هو هيكمل تركيبه، لكن لسه ما بقوش، ما ادونيش شكل رايبوزومال ستاب يونتس، اليونت الكبيره والصغيره اللي يركبوا على بعض ويمسكوا في الماسنجر. الكلام ده بيحصل فين؟ في السيتوبلازم. وبالتالي الاسمبلي اوف رايبوزومال ستاب يونتس معناها التفنيش بتاعها او التركيب النهائي بتاعها بيتم فين؟ انتو ماتيور رايبوزوم بيتم في السيتوبلازم، وبناء عليه البروتين سينثيسيس بيتم في السيتوبلازم برضو، لان المصنع بتاعه موجود في السيتوبلازم مش موجود في النيوكليس اللي هو رايبوزوم. يبقى ازاي يتم البروتين سينثيسيس في النيوكليس؟ يبقى النوت دي بس نعرفها، ان البروتين سينثيسيس ما بيتمش في النيوكليس. ليه؟ بالرغم ان في رايبوزوم الار ان اي جوه النيوكليس اتكون، لانه هو بس لسه ار ان اي، لسه ما عملليش ويل فورمد رايبوزوم يقدر يشتغل ويصنع بروتين. ده بيتم فين؟ بيتم في السيتوبلازم. اخر حاجه من مكونات النيوكليس هي النيوكليار ساب. مين النيوكليار ساب ده؟ عباره عن سيمي فلويد كلير سوليوشن ان واتش كروماتين اند نيوكليولاي ار سسبندد. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما انا قلت لكم بالظبط، ان ده بيوازي الماتريكس في السيتوبلازم. ده فلويد او سائل خفيف موجود جوه النيوكليس، يبقى يتعلق فيه او يعوم فيه الكروماتين والنيوكليولاي، الاثنين موجودين في سائل اللي بينهم او الفراغات اللي بينهم مليانه بايه؟ مش فاضيه، مليانه بفلويد اسمه نيوكليار ساب. يبقى this is a semi fluid clear solution، محلول خفيف او شفاف موجود فيه الكروماتين موجود فيه النيوكليولاي. تركيبه ايه؟ تركيبه عباره عن بروتينز، عباره عن نيوكليو بروتينز اللي هي دي ان ايه ما هو موجوده فيه، وكمان في انزيمز اللي هي مسؤوله عن الثينسز اوف دي ان اي، عمليه الدوبليكيشن او اللي هو تضاعف الدي ان اي، وعمليه الترانسكريبشن اللي هي الار ان اي فورميشن، تصنيع ار ان اي من دي ان اي. كل العمليات دي بيحكمها انزيمز، دي ان اي بوليميريز وار ان اي بوليميريز، هتاخدوها بقى في البايو بالتفصيل. الانزيمز دي كلها موجوده فين؟ موجوده في النيوكليار ساب. يبقى اذا النيوكليار ساب ده بيتكون من بروتينز والنيوكليو بروتينز اللي هي دي ان اي، بلس كل الانزيمز اللي محتاجاها العمليات اللي بتتم عليهم، تصنيع الدي ان اي، تضاعف، تصنيع الار ان اي ودي ان اي ترانسكريبشن، كل الانزيمات دي موجوده في النيوكليار ساب. وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو ميديوم، يعني وسط بيسمح بالحركه جوه النيوكليوس، وبيخلي او بيدي القدره للار ان اي لتكون، سواء ار ار ان اي او ماسنجر او ترانسفير، كل انواع الار ان اي تتحرك فيه وتروح ناحيه النيوكليار بورز عشان تخرج بره وتروح السيتوبلازم. يبقى هو وسط جوه النيوكليوس يسمح بحركه المواد اللي جواها ويخرج الحاجات اللي عايز تخرج ساعتها تخرج، واللي جايه من بره بروتينز داخله تدخل انسو. فهو ميديوم او وسط بيملى كل الفراغات اللي جوه النيوكليوس. كده احنا خلصنا تركيب النيوكليوس. نيجي بقى لمرحله الانترفيس اللي انا قلت لكم عليها دي. يعني ايه انترفيس ومراحله ايه؟ هنتكلم عنها باختصار. في ديفينيشن محتاجين نقوله الاول، اللي هو بنسميه سيل سايكل. سيل سايكل او دوره الخليه. مين السيل سايكل دي؟ عباره عن سايكل اوف ستيجز ذات سيل باث ثرو تو الاو ذم تو ديفايد اند برودوس نيو سيلز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي عبارة عن أحداث متكررة، أحداث واحدة بتسلم التانية بتسلم التالتة في دايرة بتتكرر. الأحداث دي أهميتها إيه؟ الخلية بتدخلها ليه أصلا؟ عشان في الآخر تقدر تنقسم وتديني نيو سيلز، اللي هي بنسميها سيل ديفيجن أو الانقسام الخلوي. يبقى السايكليك ستيجز دي أهي زي دايرة بالظبط كده، الخلية تدخل فيها تلف وترجع لنفس النقطة، وتبدأ تاني وتلف وترجع لنفس النقطة، تمام؟ الستيجز دي بتبدا من نقطه معينه، تبدا الخليه تتحرك في مراحل 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 مراحل، تدخل الانقسام مايتوزس، تخرج بخليتين، بقى عندي نيو سيلز، اتكون عندي خلايا جديده. السايكل دي بقسمها لمرحلتين اساسيين، مرحلتين كبار.
اول مرحله هي مرحله الانترفيس، وهي الاطول فيهم، اللي هي كل دي مرحله الانترفيس، ويليها مرحله السيل ديفيجن او الميتوز اللي هو الجزء ده. تمام؟ يبقى اذا انا عندي مرحلتين كبار في السيل سايكل، هناخد بس المرحله الاولى منهم اللي هي الانترفيس، وان شاء الله نيكست ليكتشر هنبدا نتكلم عن السيل ديفيجن. مين هو الانترفيس؟ الاول قبل ما نتكلم عن الانترفيس هناخد كام معلومه صغننه كده كترمينولوجي هنستخدمه بعدين في السيل ديفيجن. اول حاجه بتقول لي ان السوماتيك نون ديفايدنج سيل كونتين 46 اس كروموسوم. يعني ايه الكلام ده؟ سوماتيك نون ديفايدنج سيل يعني خليه ريستنج ما بتنقسمش في المرحله دي، خارجه من انقسام، او هي ريستنج مش الخليه الجسم مش محتاجه تنقسم والعدد منها كفايه، فهي ريستنج سيل او نون ديفايدنج خليه ما بتنقسمش. الخليه في المرحله دي فيها كام كروموسوم؟ فيها 46 كروموسوم. اس معناها سنجل ستراند كروموسوم، يعني الكروموسوم فتله واحده بس، والفتله دي فتله طويله ورفيعه ومتداخلين مع بعض بالمنظر ده، عاملين زي بالظبط كده كيس بكر الخيط بتاع ماما اللي في البيت اللي كل الخيوط متلخفنه في بعضها، هو بيبقى بالمنظر ده بالظبط. الكروموزومز في النيوكليوس في النون ديفايدنج سيل بتبقى بالشكل ده، كوره كده من خيوط كتير رفيعه ولفه على بعضها متلخفنه، وعددهم 46 فتله، وكل فتله سنجل فتله واحده بس. حلو كده؟ المنظر ده احنا مش متعودين عليه، احنا اول ما بنسمع كلمه كروموزوم على طول بينط في دماغنا مين؟ ده صح. المنظر ده هو ده الشكل اللي احنا تعودنا على كلمه كروموزوم بي، اللي هو زي الاكس كده او زي البنسة جويند بسنترومير في النص، فتلتين ماسكين مع بعض. المنظر ده اسمه دي كروموسوم او دبل ستراندد كروموسوم، والدي كروموسوم ده فعليا ما بشوفوش في النيوكليوس غير في مرحله السيل ديفيجن بس، غير كده ما بيبقاش موجود تماما بالمنظر ده جوه الخليه. يبقى اذا الشكل ده تصحيحا لمعلومه بقى قديمه احنا خدناها او معلومات البيولوجي قبل كده، ان ارتباط كلمه كروموزوم في دماغنا بالمنظر ده مش صح. الكروموزوم ده ليه شكلين، اما فتله واحده بس اسمه سنجل ستراندد كروموسوم اس كروموسوم، او فتلتين ماسكين سوا اسمه دي كروموسوم دبل ستراندد كروموسوم. الكومن في الخليه هو الاس، هو ده الكومن، ده اللي موجود اكتر وده اللي موجود في معظم الوقت اللي في الخليه، ده ما بشوفوش غير بس في وقت السيل ديفيجن. خلاص وهيوضح بعد كده الكلام اللي بقوله ده. اذا انا عندي في الخليه النون ديفايدنج اللي ما بتنقسمش كام فتله 46، وال 46 دول فتله مجوز ولا فتله مفرد؟ فتله مفرد سنجل ستراند كروموسوم، او الاسم الثاني لها كروماتيد، الاثنين زي بعض. يعني لما اسمع كلمه كروماتيد ات ايكوال تو سنجل ستراند كروموسوم، يعني فتله واحده بس. تمام؟ الدي بقى الدبل دي كروموسوم دبل ستراندد كروموسوم، فتلتين ماسكين بسنترومير. المصطلحات دي محتاجاها تبقى واضحه من دلوقتي عشان لما اقول كلمه اس كروموسوم تبقوا فاهمين معايا يعني ايه اس، ولما اقول كلمه دي كروموسوم تبقوا فاهمين معايا يعني ايه دي. تمام؟ ندخل على الانترفيس بقى. مين الانترفيس ده؟ كلمه انتر معناها بتوين، في اي كلمه هتقابلنا فيها بريفكس فيها جزء المقطع الاولاني من الاسم، كلمه انتر معناها بين حاجتين، انتر سيلولر بين خليتين، انتر فيز بين مرحلتين. الانتر فيز ده ايه؟ هو عباره عن ذا بيريد المسافه او المده بين تو سكسيسيف سيل ديفيجنز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في ديفيجن تم نتج عنه خليتين، وديفيجن هيبدا لسه خليه تدخل عشان تنقسم. المرحله ما بين الاثنين دول اسمها انترفيس. بالظبط كده، كان الخليه كانت بتشتغل وانقسمت وطلعت لي اثنين سيلز، وتاخد بريك هتريح شويه وتجهز نفسها لانقسام جديد هيبدا. المرحله اللي فيها الخليه بترتاح شويه دي وبتجهز نفسها لانقسام تاني هي دي مرحله الانترفيس. سهله؟ يبقى ات ذا بيريود بين ايه؟ بين انقسام تم وانقسام هيبدا، تو سكسيسيف. اشمعنى سكسيسيف ورا بعض؟ ما هو مش انقسام دلوقتي وانقسام بعد سنه، لا انقسامين متتاليين.
انقسام تم وانقسام لسه هيبدأ. الفترة الزمنية بينهم اللي الخلية بترتاح شوية فيها دي هي دي مرحلة الانترفيز. بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ان السيل بريبيرت سيلف فور ديفيجن، بتجهز نفسها. السيل ما بتدخلش على الديفيجن كده على طول، لا، لازم تاخد مرحله تجهيز، تجهز نفسها الاول وتقول دلوقتي انا خلاص مستعده ابدا بقى الديفيجن. الاستعداد ده هو مرحله الانترفيز. ايه الستيجز بتاعه؟ ايه الخطوات بتاعه الانترفيز او المراحل اللي جوه المصطلح ده او المده دي الخليه بتعمل فيها ايه؟ عندي ثلاث مراحل. نمبر 1 اسمها جي 1 او جاب 1، جاب معناها فجوه. نمبر 2 اسمها اس ستيج. نمبر 3 اسمها جي 2 او جاب 2. يبقى انا عندي ثلاث مراحل متتاليه، جي 1 اس جي 2، يليهم بقى الميتوز. تمام، يبقى كل دي انترفيس وده الديفيجن. بس المراحل دي بقى بيحصل فيها ايه؟ الجي 1 هي اول مرحله تالي الميتوزس مباشره. حلو. طيب هو الميتوزس ده بيطلع منه ايه؟ بيطلع منه تو دوتر سيلز. يعني ايه دوتر؟ يعني خليه صغنونه لسه متكونه، بنوته صغيره، صح؟ فالبنوته الصغيره دي في الانقسام الجاي مش هتبقى هي الام، صح؟ يبقى اذا يحصل لها ايه بقى؟ لازم يحصل لها جراث، تكبر، جراث اوف نيولي فورمد دوتر، عشان تبقى هي بقى تجهز نفسها انها المادر بتاعه النكست ديفيجن. يبقى حجمها بيكبر، مكوناتها اللي جوه برضو بتزيد، وتجهز نفسها ان هي المره الجايه دي هتبقى هي المادر. هي دلوقتي دوتر صحيح لسه طالعه جديده، لكن هي المادر اوف نيكست ديفيجن. يبقى بيحصل فيها جراث اوف نيولي فورمد دوتر سيلز الى حجم المادر سيل. طيب سؤال، انا جبت سيره الكروموزوم الكونتنت من قريب او من بعيد هنا، قلت ان الكروموزوم اذا حصل فيها اي حاجه نو. اذا الجي 1 الخليه دي فيها كام كروموزوم؟ مين يقول لي؟ ها، فيها كام؟ فيها العدد العادي بتاعها اللي هو كام؟ اللي هو 46 اس، 46 كروموزوم، فتله واحده، ما جبت سيره الكروموزومز تماما، فهي خليه عاديه خالص، ريستنج ونون ديفايدنج، ما هي ما انقسمتش لسه. تمام، يبقى عدد الكروموزومز فيها كام؟ 46 اس كروموزوم. يبقى المرحله الاولى الجي 1 كل اللي حصل فيها باختصار في كلمه واحده جروث، نمو، الخليه تكبر في الحجم ويبدا المكونات اللي جواها تزيد عشان تبقى هي المذر سيل في النكست ديفيجن. المرحله الثانيه الاس ستيج. الاس اختصار لثنسز، مرحله تصنيع. تصنيع لمين تفتكروا؟ ها، تصنيع لايه؟ هيحصل فيها ايه؟ الاس ستيج بيحصل فيها اس كروموسوم دوبليكيشن، يعني تضاعف الكروموزومز، ان كل واحد اس ينسخ نسخه كوبي منه. اذا عدد الكروموزومز في نهايه الاس ستيج كام؟ ها، مين يقول عدد الكروموزومز في نهايه الاس يطلع كام؟ ها، عايزه اسمع كده، يعني تفتكروا يطلع كام؟ حد هيقول لي 46 دي، حد هيقول لي 92 اس. مين الاختيار الصح؟ 92 اس. ليه؟ لان انا هنا جبت سيره ان هم ارتبطوا ببعض، لا، انا قلت حصل تضاعف، كل واحد نسخ نسخه شبهه بالظبط تانية، فبقى عندي العدد في 2، 92، لكن كلهم لسه اس، لسه كل واحد لوحده، كل فتله لوحدها. يليها جيتو بقى، يحصل فيها ايه؟ جيتو يحصل فيها بيرنج، يعني تزاوج، كل واحد يمسك مع التاني، يمسك مع المكمل له فيديني دي كروموزوم. يبقى العدد هنا يحصل له ايه؟ هيقل النص بقى. ليه؟ عشان انا كان عندي 92 فتله، فلما ربطت كل فتلتين سوا فادوني 1 دي كروموزوم، يبقى العدد كام؟ ها، يبقى 46 دي كروموزوم. يبقى اذا لما يحصل بيرنج يرتبط كل واحد بالكومبلمنتري له ويديني 1 دي كروموسوم، ففي نهايه الجي 2 يبقى عندي 46 دي كروموسوم. بالاضافه لدي يحصل دوبليكيشن كمان لمين؟ للسنتريول. المفروض ان انا عندي في الخليه كام سنتريول في الريستنج سيل؟ بير، يعني زوج، يعني 2. لما يحصل دوبليكيشن الاثنين يبقوا 4، يعني عندي 2 بيرز، زوجين من السنتريول في الخليه في مرحله الجي 2.
رقم 3 يحصل تشيك فور ايرورز. يعني ايه؟ يعني هتعدي الكروموزومز دي على محط التفتيش، يتفتش الكروموزوم من راسه لديله زي ما بيقولوا، يعني بالتفصيل الممل الكروموزوم اللي فيه غلطه ما يعديش، يا اما تتصلح النيوكليتيدة دي تتغير ويتحط مكانها واحده ثانيه انسو ايا كانت الغلطه بقى. تشيك فور ايرورز يعني محط التفتيش، الكروموزومز مظبوطه وكلها مظبوطه والكومبوننتس مكوناتها وكل حاجه فيها صح، خلاص هنعدي مرحله التفتيش دي والخليه تبدا الديفيجن. طب لو ما فيش، لو في سوري، لو في ايرور، لو في مشكله، المشكله اتصلحت اهلا وسهلا الخليه تعدي، المشكله ما اتصلحتش وفضل في عيب في الكروموزوم يحصل ابوبتوزيس او سيل ديث، الخليه دي تموت، الجسم بقى هو اللي يموتها. ليه؟ لان احنا كده بنحمي نفسنا او الجسم بيحمي نفسه من خلايا اب نورمال غير طبيعيه ممكن تحصل بعد شويه وتديني كانسر لا قدر الله. يبقى اذا دي مرحله مهمه جدا، نقطه تفتيش لازم تعدي عليها الكروموزومز قبل بدايه كل ديفيجن، كل ديفيجن تعدي عليه لازم تدخل التفتيش ده تتظبط كلها وتتاكد ان كل الكروموزومز والجينز اللي عليها مظبوطه، وبناء عليه الخليه تقول لها اتفضلي ممكن تبداي ديفيجن. تمام، يبقى تشيك فور ايرورز دي برده مرحله مهمه جدا في الجيتو. اذا التوتال نمبر زي ما انا قلت لكم، ده انا داخله بعد الجيتو بكام كروموزوم في الخليه؟ 46. دي كروموزوم 46 ده العدد، ودي ده شكله ان هو دبل ستراندد، يعني كروموزوم فتلتين ماسكين بسنترومير. كده الخليه بقت جاهزه انها تبدا سيل ديفيجن، ان شاء الله نتكلم عنه في محاضرتنا الجايه. اذا خلاصه القول اتكلمنا عن ايه النهارده؟ اول حاجه نيوكليوس از ذا ماستر اورجانيل ان ذا سيل، المدير، افتكروها كده، نيوكليوس هي المدير بتاع الخليه. It is formed of nuclear envelope, chromatin, nucleolus and nuclear sap. دي مكوناتها الأربعة اللي اتفقنا عليهم. Nuclear envelope is two membranes، عبارة عن اتنين membrane interrupted by pores، في holes وما تنسوهاش مهمة جدا لوظيفته. الكروماتين هو genetic material وعندي منه two types، heterochromatin وايوكروماتين. النيوكليولس is a site of RRNA formation، برضو مهمة جدا ان دي من الوظائف الكاركترستيك لها انها مصنع انتاج الريبوزوم الـ RNA. واخر حاجة قلناها ان الانترفيز دي مرحلة هي البيريود بين اتنين ديفيجن ورا بعض، المرحلة اللي الخلية بتريح فيها شوية وتجهز نفسها لديفيجن جديد. دي فيديوهات على اليوتيوب تقدر برضو تساعدكم شوية في الانديرستاندينج وفي تخيل الكومبوننتس اوف ذا نيوكليوس. بكده نكون خلصنا محاضرتنا النهارده، يا رب تكون سهله عليكم واشوفكم ان شاء الله في محاضرات قادمه. استودعكم الله، السلام عليكم.